من امام الوقاية المدنية غادي ندخلوا مع الطريق هذه، وهنا كنبغيو نشوفوا ونقول لكم كاين واحد البانو هنايا، واحد البانو هنايا اشنو فيه؟ فيه الشركة ديال الاليك، شارع امينة بنت وهب، بنت وهب. هاد الشارع هذا اللي غتكون فيه الاشغال، فيه 5 شهور ديال الخدمة. دوبراج لعمر الرابع، عمالة صخيرة التمارة العمران. غادي ندخلوها مع الشارع دابا ونشوف واش بدات شي حاجة. باقي كنا شفنا هاد التراساج هذا، كنا شفنا هاد التراساج هذا وشفنا هاد لي بارير اللي بداو كيتحطو هنا، ولكن واش كاينه شي حاجة من غير هادشي ولا هادشي اللي كاين؟ مجموعة من الشاحنات هنايا، غادي نكتشفو واش بدات عملية الهدم هنا ولا باقي. كامله غتكون فيها الاشغال هذه اللي قلت لكم، الا جيتو بنار هنا نتمنى لو انك ما تسيش من هنا. شوفوا الاخوان الناس مبلاصين في اليمين في اليسار، كيدوزو كاميوات كبار. كان نجي حفاري صعاب هنايا، الله يعديه على خير وصعب. هذا الجزء الاخوان شملاته عملية الهدم، عملية الهدم بدات. هذا الجزء اللي كان قدام هذا المشروع هذا راه هرب. انا غنرجع بكم لهذه النقطة هذه وغادي تذكروها معايا، كنت صورت لكم بالليل. تبارك الله، انا دوروا البارير، الطريقة تخرج لنا جهة المحكمة، انا الورش ديالنا تحط لينا هنايا، اللهم يسير. الإقامات كاينين هنايا، كنتوريكم هاد الجزء هذا حتى هو اللي غتشملو العملية ديال الهدم. هنا البارير ديال الشركة، هنا الورش فيه المحطوط ديال الشركة. الناس راه غيباشروا العملية إن شاء الله عما قريب. جميع الأجزاء هاد الطريقة هادي غتشمل التوسعة. الناس اللي تبعوا معايا الفيديوهات الأولين، كان واحد الجزء هنا باقي ما رايبش، هاد البلاصة بالضبط هاو راح يدوه
الامور غدا مزيان، هادشي كلشي غادي يمشي ان شاء الله. نتمنوا الله يتعوضوا الناس وتمشي الامور مزيانه، هادشي اللي كنتمناو. هذا من بلاصتي دوزيام بوزيسيون هنايا العرقاله، ما فهمتش انا والله ما فهمتش.